من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضية، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى. حاجه غريبه قوي. اوعى الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى. انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ولا اعرف. انا باخد اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله مؤاخذه اشرف. ازيك؟ الحمد لله اشرف. انت خبطتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيهم؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة تروح قافش مني ميالة، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، أنت هتفضحني في الشارع. ما تشوف. طب حل المهم، يلا. أنت قلت لي أنت مين؟ خدمتك أم أحمد. طب عد يا حاجة وأعلن عن قدومي. الله أكبر الله أكبر. الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عندي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم، يعني هو لان في الاغتصاب ده اتحقق حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابني متهم في قضيه اغتصاب. هو متهمينه في قضيه اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الاكبر ابني برقبتي، ده دور عاملاه البنت واهلها طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه يا أشرف؟ أنت اللي إيه؟
انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ اما بقى نبيل الحيح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. ايه راجل كفاية بقى، مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بدري، يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بستين. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البستين. ايه؟ اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفة وشرفي بحبيب الليفة. ابني كنت الليفة يا حاج، حبي يا جمل. ده انت عندك في البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس في ثواني. ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي. باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجة. افندم يا استاذ خلصنا. اقول لك يا ست، انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست، انا بس في ثواني. اوه يا ابني بقى، انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا المتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم، فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا نبيلة. سيد الرئيس، مش فين الشهدة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكوا وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟
الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل؟ أنا، أيوة. رد يا حاجة، رد، رد يا حاجة، فتح الله عليك، رد، رد. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لسيادة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالملدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة، وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، يا سلام على التقوى. طب إزاي يا سيادة الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده خمس مكالمات، كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعة المحمول، بتقول إن جالها خمس مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه، نفس الساعة. إزاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى ساعتك إلا إذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا تقوم هتظبطي، يلا باي. نبيلة، انت نمرة الموبايل بتاعك 013-45-301. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضوريا أولا بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالي